استضاف بيت الأمم المتحدة ندوة توجيهية بشأن مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، والتي جمعت عددا من ممثلي المستشفيات في دولة الكويت بهدف تشجيع على الرضاعة الطبيعية. هذه الندوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين مكتب منظمة الصحة العالمية ومكتب اليونيسف في دولة الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية في وزارة الصحة. بالنظر إلى الأهمية البالغة للرضاعة الطبيعية وبهدف التشجيع عليها في دولة الكويت، أقام مكتب منظمة الصحة العالمية في دولة الكويت ندوة حول مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال في بيت الأمم المتحدة. ما عندنا مشكلة في التزام كثير من الأمهات في الساعات الأولى من الرضاعة، في عندنا نسبة عالية في هذا الشأن تصل إلى 40 إلى 50% في المستشفيات الخاصة والأهلية، ولكن عندنا مشكلة في استمرار الرضاعة الطبيعية. تخيلي أنه فقط 8% من الأطفال تستمر رضاعتهم بشكل مطلق اعتمادا على حليب الأم لمدة 6 شهور، والأغلبية يكون رضاعة مختلطة. كثير عوامل تتدخل في هذا الأمر، أهمها أنه إحنا للأسف من ضمن كل هذه المستشفيات وبالذات في القطاع الخاص فقط مستشفيين ثنتين يتم عنونتهم كمستشفيات صديقة للطفل، أو تقريبا 17 أو 18 مستشفى. فلذلك هذه المبادرة كانت ضرورية جدا لحث هذه المستشفيات الخاصة أنه تطور من خدماتها بشكل أفضل يخدم الطفل والأم ويدعم الرضاعة الطبيعية حتى في أروقة المستشفى. هذه احنا الندوة خصصناها للمستشفيات الخاصة. مبادرة المرافق أو المستشفيات الصديقة للطفل تركيزها على رفع مستويات الرضاعة الطبيعية في الكويت وفي الدول الأخرى طبعا. الأخصائيون الصحيون يشددون على ضرورة التعاون بين جميع القطاعات لدعم التغذية المثلى للأطفال الرضع، استنادا إلى الخطوات 10 للرضاعة الطبيعية التي أقرتها اليونيسف عام 91. تبدأ الخطوة الأولى بوضع سياسة للمستشفى، والخطوة الثانية أنه يكون كل الطاقم الطبي متدرب على تطبيق هذه السياسة وتنفيذها. بعدين عندنا طبعا توعية الحوامل أثناء زياراتهم وأثناء الولادة، يكون في بداية مبكرة للرضاعة الطبيعية. الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة له تأثير برأي المختصين في المجال الطبي على صحة الطفل والتحصيل الدراسي والإنتاجية في حياة الأشخاص. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.